انت اتعلمت الماني وبقيت بتجيد الالمانيه صح؟ اه. في 2017 انت روحت ما كنتش بتعرف الماني. لا. ازاي بقى قدرت تتعلم اللغه بسرعه؟ وليه الخطوه دي ما بيعرفش يعملها لاعبين محترفين تانيين في مصر؟ واعتقد بتاثر كمان على مسيرتهم يعني. انا لما طلعت الفرقه الرديف السكند تيم في فولفسبورغ، ومن اول يوم او تاني يوم ابتديت اخد دروس الماني. منك انت بشكل شخصي ولا النادي؟ النادي. وانا كعمر كنت عايز برضه اتعلم اللغه، عشان دايما بره بالذات في المانيا من البلاد المعينه انك لما تتعلم لغتهم بيبصوا لك بطريقه تانية خالص. طبعا الناس اللي بتحترف في فرق اكبر بتبقى الدنيا اسهل شويه، انك عندك لعيبه من كل العالم بيتكلموا انجليزي عادي، وتلاقي معظم الفرق بتتكلم انجليزي. بس انا لما سافرت الفرقه ما كانتش بتتكلم انجليزي، كانوا كلهم بيتكلموا الماني. واول لما تنزل الملعب مش هيفكر يكلمك انجليزي واحنا في وسط الماتش. فانا تقريبا بعد سنه اتعلمت اللغه وفرقت معايا جامد جدا، ان انا المدربين بيشوفوا ان انا عايز احسن من نفسي وعايز اتعلم اللغه. في المانيا اعتقد من المصريين طبعا في نجوم كتير تالقوا هناك، هاني رمزي وغيرهم طبعا، الاشهر كان والاحدث محمد زيدان. هل الاعلام هناك قارنك، خاصه ان هو ده اللي بيلعب في مركز قريب من مركزك، هل الاعلام الالماني قارنك بمحمد زيدان هناك؟ لا انا ما مش واحد بيركز مع الاعلام او بيقول ايه ما بيقولوش ايه. بس اول لما رحت كان لما اقول ان انا مصري كانوا دايما بيقولوا لي اه موزي دان من دورتموند وحاجات كده. طبعا هو معروف انك تلعب في دورتموند وتبقى لابس رقم 10 في وقت من الاوقات حاجه كبيره جدا طبعا، وبالذات ان اللعيبه المصريه اللي لعبت في الدوري ده مش كتير. طبعا مش ما كنتش بقارن بيه، بس اول لما عرف ان انا مصري كانت اول حاجه بتتقال لي محمد زيدان وطبعا كابتن محمد صلاح. يعني انت السنه اللي فاتت في الدوري الالماني لعبت 23 مباراه بس، غبت 11 وكانت كلها اما للاصابه او للتواجد مع منتخب مصر. 11 مباراه غيبهم رقم كبير. بس طبعاً. في المقابل كنت موجود ضمن المرشحين لافضل لاعب شاب في الدوري الالماني، ازاي عملت ده وكان ايه صدى ده في الاعلام الالماني عليك يعني؟ طبعا كانت حاجه كبيره جدا ان انا اخد احسن لاعب شاب في الدوري مرتين شهرين يعني، بتوريك انك بتأدي بشكل كويس وان انا فعلا كنت بدي كل حاجة عندي، وكنت عامل حساب ان انا هيجي لي موسم زي ده لازم اكون جاهز له. من سنتين او من ثلاث سنين كنت يمكن مش باين قوي في الكورة، ما كنتش بلعب كتير في فولفسبورغ، ولما اخدت العارة كان هدفي ان انا ابين نفسي واوري الناس ايه امكانياتي، وطبعا ان انا اغيب عن الفرقه بسبب المنتخب فعادي يعني مش ما عنديش مشكله خالص. قبل المنتخب اتصبت في التمرين فغبت تقريبا 5 أو 6 ماتشات، دي كانت صعبه بالنسبه لي انك بتكون قاعد مصاب مش بتلعب ماتشات وبتكون بتروح الاستاد تتفرج على فرقتك هم بقى بيكسبوا بيخسروا انت مش قادر تساعد الفرقه ولا تشاركهم. بس انا كنت مركز جدا في اكلي ونومي وطريقه التمرين ان انا اقدر أدي بالشكل ده في كل الماتشات يعني. عمر انت معاك جنسيه كنديه، هل حصل اي تواصل في اي فتره من فترات ان هم طلبوك ان انت تلعب تحت العلم الكندي ولا ما حصلش اصلا؟ وهل لو حصل كان ممكن تفكر ولا انت كده كده يعني هي مصر بس؟ هو حصل هي اول مره اقول الموضوع ده. تواصلت مع المدرب بتاع كندا كذا مره قبل ما اجي منتخب مصر، بس قبلها بفتره لما كنت بلعب في البوندسليجا، بس ما كنتش لسه بأدي بشكل كويس ولا ما كنتش بشارك بصفه كبيره. تواصلت معاه كذا مره واتكلمنا كذا مره ان هو عندهم مشروع عايزين يوصلوا كاس العالم وعايزين ابقى حته من المشروع ده، بس انا بالنسبه لي ما كانش الموضوع مغري خالص، كان انا دايما بفكر لا انا هضحي بكل حاجه ان العب منتخب مصر، واستنيت فرصتي والحمد لله لما جت خدتها. بس ما كانش في دماغي خالص ان انا اروح كندا، بس طبعا تواصلوا معايا دلوقتي يعني هم يلعبوا كاس العالم الجاي واللي بعده. بس لسه انا بالنسبه لي ان انا العب لبلدي حاجه اكبر بكتير غير ان انا العب لمنتخب كندا. خلي بالك للناس اللي مش متابعه، فهو فعلا المشروع الكندي حاليا واللي اهلهم لكاس العالم هو قائم على ان هو القايمه كلها من اللاعبين اللي هم كانوا مغتربين كنديين مقيمين في الخارج. يعني تاكيدا على كلامك.